حكومة عملت جود مين قمت فاتوا هناك لنازل اللي قمر هادوم جابوهم وهجوا مام ذا ندورك يعني نقول رجل وايد نقوموا أخوان كلنا والشباب وناس الكبار كلنا نقول بكا وايد ونكونوا ونبنوا بلادنا. دولة سوت جهد ولمت البوليتيكو ميليتير جابتهم ده كمان أول شيء يعني ده شكرك أنا حكومة. الديالوج ده خلي شعب ناس القاعدين في الديالوج ده ناس ما بيمانيبيلوا هم بيتيت بلد ده بلد حقنا كان تلف ده نينا خسرانين وكان عدل كمان نينا كسبانين خلي يعني ما يندسوا في الديالوج يسمعوا كلامنا سياسيين وبعد ده كمان أمباكر مرقوا ونتلفوا بلدنا ونينا خسرانين ويدوروا الآفي للبلد وللشعب جادي ولا النور ولا جنوبي كلنا واحد كما اتفقوا ده الآفي ما بيجي أبسلوا ما كيهم بيتفقوا ووكيد ده الآفي بيجي وارد الناس كم شهور كي يسو ديالوك من قطر كل جو من برا كل جو ما يستفقوا يشتوا ده ما حلو لنا عنا مواطنين علي يدينهم ده علي ناس يقبلوا يستفقوا في سال واحد وأننا المواطنين كلنا نلقوا آفي وبلدنا كله يعدل يعدل ومين قالوا ديالوج ناسيونال انكريزيف ده واجب ده كله يلموا اي نار يمتي راي يفيد للبلد وللشعب راي انا ده المرق كله خليه يقبلوا واي نار يمتي فكره لكن نار يمتي كما شت زعلان وابن ما تجي وخليته شاز فيد ده ما عنده سانس لان كلنا تشاهدين لا ما يكون خلوهم وايدين برا ونصور حوار دونك يومين ده ان شاء الله ينتو فرصه للناس يمشي لاخواننا الاول ما حصدوا قاعدين برا ده ان شاء الله يهجوا مام يتافقوا وكلنا تشاهدين نلموا لنخلوا مشاكل لنا ده صوت.